السلام عليكم اخوي جمال، اخوي ابراهيم، ابو ابراهيم بارك الله فيك، والله ما قصرت اليوم الحمد لله، اعطوني المصل ويا ربي لك الحمد. الحمد لله اليوم الوضع احسن، يعني لساني عاجز عن شكرك والله. انت واخوي، اخوي الكبير المحترم الغالي ابو احمد الزقور، واخوي حمزه، واخوي ابو ابراهيم بارك الله فيك، يعني والله تعرف يعني انا بشكر الحي اللي عرفتني عليكم، يعني الإنسانية والأخلاق والدين اللي شفته عندكم والله مو موجود ولا شفته. شكرا لكم بارك الله فيكم يا أخوي. يا أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني والله تعرف يعني أنا بشكر الحي اللي عرفتني عليكم، يعني الإنسانية والأخلاق والدين اللي شفته عندكم والله مو موجود ولا شفته.